السلام عليكم. جماعة الحوثي تطلق 82 سجينا جنائيا من السجن المركزي بصنعاء لتوجيهات من القيادي في الميليشيا يحيى بدر الدين الحوثي. هذا كان أبرز ما حملته الوثائق التي حصلت عليها قناة بلقيس حصريا، والتي أفادت بأن 72 من السجناء المفرج عنهم هم على علاقة بقضايا جنائية مختلفة تتنوع بين الإيجار بالمخدرات والحرابة والقتل وسرقة المنازل وتفجير القنابل وأنابيب النفط والاختطاف. للقراءة في دلالات هذه الوثائق نفرد حلقتنا هذا المساء طارحين الأسئلة التالية: ما دلالة إطلاق سراح هؤلاء السجناء في هذا التوقيت؟ هل لغرض رفض جبهات القتال أم لأغراض أخرى؟ ما العلاقة بين جماعة الحوثي وتجار الممنوعات والأسلحة والسوق السوداء؟ هل يهدف الحوثيون بهذه العملية لكسب ولاء هؤلاء المجرمين بإطلاقهم؟ وكيف لجماعة أن تطلق سراح سجناء جنائيين فيما تبقي على الآلاف من المختطفين ممن يلتزمون بالقانون فقط لمجرد الاشتباه بالمعارضة السياسية؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد متابعة هذا التقرير. يكذبون كما يتنفسون، هكذا قيل عنهم، وهكذا يثبتون يوما بعد آخر. كذب الحوثيون على المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، وكذبوا على الجميع حين أفرجوا عن 82 سجينا متهما بقضايا تجارة المخدرات والحرابة وقضايا جنائية أخرى، حيث ادعى الحوثيون أن السجناء من المعسرين، فجمعوا من التجار المحليين أموالا تحت مبرر دفع المبالغ التي على المعسرين. وادعى الحوثيون أيضا أمام المبعوث الأممي أن الإفراج عن الأسرى يأتي استجابة لنداءاته المتكررة، فسارع المبعوث الأممي للترحيب بالإفراج عن المحتجزين حينها تحت لافتة الفئات المستضعفة والسجناء السياسيين وسجناء الرأي في بحث عن منجز دبلوماسي. لكن لا هذا ولا ذاك كان صحيحا، فقد حصلت قناة بلقيس على وثائق تفيد بإفراج ميليشيات الحوثي عن 72 سجينا جميعهم مدانون بقضايا جنائية وجرائم خطيرة مختلفة تتنوع بين تجارة المخدرات والحرابة والقتل وسرقة المنازل وتفجير القنابل وأنابيب النفط والاختطاف. الوثائق تتكون من 5 أوراق وتضم قائمة بالمشمولين بقرار الإفراج من قبل لجنة السجناء، وهي لجنة شكلها شقيق زعيم ميليشيا الحوثي يحيى بدر الدين الحوثي برئاسته، وأصدر من خلالها أوامر إفراج عن عدد من السجناء المسجلين بقضايا خطيرة. 82 سجينا بقضايا تهدد أمن المجتمع، منهم 34 سجينا بقضايا مخدرات، و21 بقضايا اختطاف وقتل وسرقة بإكراه، فيما توزعت قضايا تفجير أنابيب النفط والحرابة والتزوير وغيرها على بقيتهم باستثناء 10 منهم لم تذكر التهم أو الإدانات التي أودعوا بسببها السجن. لتظل هذه الوثائق شاهدة على عصر الميليشيا التي تفرج عن القتلة والمجرمين، بينما تتحفظ في سجونها بالصحفيين والسياسيين وأصحاب الرأي في ظروف لا إنسانية، وتشترط للإفراج عنهم الحصول على مكاسب سياسية لشرعنة استيلائها على مؤسسات الدولة وقرارها. إذن بداية مشاهدينا الكرام، أرحب بضيفي في الاستوديو الناشط الحقوقي والصحفي الأستاذ محمد الأحمدي. مساء الخير أستاذ محمد. مساء الخير، أهلا وسهلا أستاذ محمد. كصحفي وباحث قانوني، يعني كيف كانت متابعتك لهذه الوثائق؟ أولا شكرا جزيلا لقناة بلقيس على اهتمامها بهذه القضية تحديدا، ونجاحها في الوصول لمعلومات دقيقة وموثقة والحصول على وثائق على هذا النحو. في الحقيقة أخي العزيز، أولا يعني من الأشياء الكارثية للأسف الشديد أن نشهد حالة يعني أن تصل اليمن إلى هذا المستوى للأسف من الفضائح الكارثية التي يعني تجري ممارستها على يد ميليشيات عبثية بهذا المستوى.
عندما يتم اليوم نتحدث عن احتجاز مئات الناشطين السياسيين والصحفيين في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح المدانين بارتكاب جرائم جسيمة، يعني بعضها يصل حد الإعدام بحسب القانون اليمني. من بين الذين أطلق سراحهم مدانين بالحرابة حسب ما تشير إليها الوثائق، وتهريب المخدرات وأيضا عصابات مسلحة وتقطع. إذن يعني من المؤسف جدا أن نشهد حالة على هذا النحو. يتم العبث ليس فقط المشهد السياسي في اليمن أو حتى الديموغرافي أو الممارسات الطائفية والمذهبية، ولكن نحن اليوم نشهد أيضا محاولة يعني إفساد حتى ما تبقى من منظومة العدالة في البلد. هذه المنظومة التي عملت ميليشيات الحوثيين وحلفائها على شل قدراتها في تحقيق العدالة في البلد والتحقق من الانتهاكات أو إمكانية إتاحة فرصة ضحايا الانتهاكات من الحصول على حق الانتصاف ومحاسبة منتهكي جرائم حقوق الإنسان في البلد، ولكن أيضا اليوم تتدخل بشكل سافر في أعمال القضاء من خلال إطلاق سراح مدانين بجرائم لا يحق لميليشيا مسلحة أساسا خارجة عن القانون أن تمارس هذه الصلاحيات، صلاحيات إطلاق سراح أشخاص مدانين بجرائم معاقب عليها يعني دون أي وازع من يعني مسؤولية قانونية. من هو المخول بإطلاق سراح هكذا سجناء؟ طبعا لا نتوفر حتى الآن على معلومات ما هي العقوبات المحددة لكل شخص من هؤلاء، ولكن هناك يعني حسب ما تشير إليها الوثائق إدانات بالحرابة والمخدرات والتقطع أو عصابات مسلحة، وأحيانا حتى تهمة أو الإدانة بالانخراط في عصابة مسلحة تصل أحيانا إلى نفس حد الحرابة يعني. وبالتالي لا توجد حتى أمور واضحة في ماهية العقوبة التي كانت مقررة على هؤلاء الأشخاص الذين أطلق سراحهم. لكن في كل الأحوال من الواضح أنه في التشريع اليمني والمتعارف عليه في القانون الدولي أن مسألة إطلاق سراح المعتقلين أو حتى مسألة الضبط للمتهمين أو المتورطين في خروقات أو تجاوزات للقانون هذه مسؤولية القضاء، يعني أجهزة الضبط والنيابات والمحاكم هي المعنية بإنفاذ القانون في مسألة ضبط المتهمين، ثم الاحتجاز الاحتياطي لهؤلاء أثناء فترة الاستجواب والتحقيقات وجمع الأدلة، ثم بعد ذلك بعد إيقاع العقوبة يتم احتجازهم في الإصلاحيات كما كان وضع هؤلاء في السجن المركزي، ما يعني أنهم كانوا مدانين أصلا يعني. وبالتالي حتى إكمال مدة العقوبة المفروضة على هؤلاء، ثم يكون الإطلاق بموجب إجراءات معينة من النيابة الجزائية من النيابة المعنية سواء الجزائية المتخصصة فيما يتعلق بقضايا الجرائم الجسيمة أو الحرابة وغير ذلك، أو النيابات المتخصصة في هذا الشأن. وبالتالي هناك تعدي سافر على مهام القضاء وعلى الجهاز القضائي في الدولة، وهو يؤكد بشكل واضح أنه لم يعد هناك نظام عدالة أصلا في البلد، يعني كل البلد بما فيه من أجهزة الدولة ونظام قضائي صار في أيدي ميليشيات. ولك أن تتخيل كيف يمكن أن تتصرف هذه الميليشيات في وضع الجهاز القضائي للبلد. إذن أفهمك أنه لا صفة اعتبارية لمن يعني قيل أو أوضحت هذه الوثائق أنه من قام بالأمر بإطلاق سراح. طبعا لا يوجد أي صفة قانونية، فضلا عن أنه حتى لو إن كان عضو في البرلمان يعني أقصد تحديدا يحيى بدر الدين الحوثي الذي يقال أنه هو الذي أو تشير الوثائق إلى أنه هو الذي أمر بالإفراج عن هؤلاء، فهو ليس ذي صفة يعني بإطلاق سراح مدانين. وإذا كان يمكن أن يكون يعني عند مستوى المسؤولية كبرلماني في مجلس النواب على افتراض أن مجلس النواب لا يزال مؤسسة يعني معترف بشرعيتها أن يسعى لإطلاق سراح المختطفين والمخفيين قسريا والمعتقلين السياسيين والصحفيين، إن كان بالفعل حريص على يعني مسألة أو أنه كان عنده ضمير يعني يهتم بجانب حقوقي أو إنساني. فلماذا ذهب فقط لإطلاق سراح المدانين بقضايا أو بجرائم
جسيمة وخطيرة. طيب يعني إطلاق سراح المعتقلين بهذه أو المدانين بهذه الجرائم، هل له أثر على المدى الطويل في مسألة السلم الاجتماعي، الطمأنينة المجتمعية بداخل، يعني أن من أدين بجرائم سيأخذ يعني سيأخذ جزاءه عاجلا أو آجلا، هل يؤثر ذلك في طبيعة نظرة المجتمع للقانون وما شابه؟ طبعا من الواضح أنه متعمد، هذه الخطوة كانت إجراء متعمد من طرف ميليشيات الحوثيين الإنقلابية في اليمن، وهي في كل الأحوال أولا سوف تشجع يعني الفوضى في البلد والعبث بما تبقى من منسوب الأمن في المجتمع والسلم الاجتماعي، وهي أيضا يعني تشجع ذوي النفوس الإجرامية لارتكاب الإجرام، وهم مطمئنون إلى أنهم لن يكون هناك نظام عدلي يمكن أن يلاحقهم أو يحاسبهم على جرائمهم. هذا أمر. الأمر الآخر أخي العزيز، هناك أيضا سياق تاريخي وسياسي لعلاقة المدانين بهذه الجرائم بميليشيات بالتاريخ الإمامي الذي يمثل سياق أو امتداد طبيعي لميليشيات الحوثيين، لأنه يعني في السابق مرويات التاريخ تتحدث عن علاقة حميمة بين الإماميين في اليمن وما بين السلوك الإجرامي فيما يتعلق بعلاقتهم أيضا مع المتهمين بالجرائم بجرائم خطيرة. نعم. عندما يتم توظيفهم أو استخدامهم في أتون. طيب. الصراع أو في كأداة من أدوات. دعنا نعود لهذه النقطة، لكن قبل ذلك ينضم إلينا الآن الأستاذ محمد العمراني، مسؤول التواصل في فريق الإسناد الوفد الحكومي بمشاورات الكويت، ينضم معنا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ محمد. مساء النور، يا مرحبا فيك. أهلا بك أستاذ محمد. لربما تابعت هذه الوثائق التي نشرت والجدل الذي صدر قبل قبل فترة حول مواقف الأمم المتحدة من عمليات إطلاق سراح المختطفين، وكيف أن المبعوث الأممي رحب بإطلاق عدد من وصفوا في وسائل الإعلام بالمدانين، هل هم نفسهم هؤلاء من أطلقهم الحوثيون واعتبرتهم الأمم المتحدة يعني كخطوة إيجابية في سبيل يعني خطوة إيجابية في المشاورات التي تجري بين الأطراف اليمنية، أم أن الأمر ليس ذو علاقة في ذلك؟ بالنسبة للمعتقلين أو المحكومين الذين تم إطلاقهم والذين رحبت بهم الأمم المتحدة، بالنسبة للأمم المتحدة أعتقد أنها تعرضت لتضليل كبير من قبل الوفد الانقلابيين، ضمن سلسلة من التضليلات التي يتعرضون لها تعرض لها المجتمع الدولي أيضا من قبل بعض التصرفات التي يقوم بها الوفد الانقلابيين، وعبر إطلاق مجموعة من المحكومين عليهم بأصحاب الجرائم وأصحاب السوابق لإطلاقهم وتسويقهم للأمم المتحدة على أنهم مجموعة من المعتقلين وبأن هناك حسن نوايا. هذه قضية تأتي ضمن إطار الجرائم الأخلاقية أيضا التي ترتكبها الميليشيات الانقلابية في التسويق لنفسها عبر إطلاق مجموعة من المحكومين. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، فيما يبدو والله أعلم أن الميليشيات الحوثية يبدو لي أنها ترتب لأعمال عدائية وإجرامية عبر إطلاق هؤلاء المحكوم عليهم بالسجون، وهم يعني كما تقول الوثائق معظمهم مجرمون، وأيضا عبر إطلاق الأسرى. الأسرى بالنهاية هم محاربون تم اعتقالهم أو تم أسرهم في مناطق اشتباك وكانوا يعتدون على المدنيين، فسواء في مناطق تعز أو في الجوف أو في مأرب أو في البيضاء أو في أي مكان آخر يتم حاليا تقديمهم كطعم للمجتمع الدولي على اعتبار أن هناك حسن نوايا من قبل الوفد الانقلابي وأن هناك وأن الأمور تمضي بشكل جيد وأن هذه هي عبارة عن بوادر حسنية، لكن الحقيقة أنه لم يتم حتى الآن إطلاق معتقل واحد إلا أولئك الذين خرجوا وهم معاقين بسبب التعذيب وبسبب الجرائم التي ارتكبت ضدهم في داخل المعتقلات والسجون. هذه واحدة من السلاسل أو سلسلة كبيرة من المغالطات والأكاذيب وأحاديث التضليل التي يضللها الوفد الانقلابي للمؤسسات الدولية ويحاول إيهامهم بأن هناك مجموعة من المعتقلين الذين يفرج عنهم، وتأتي الصور لتثبت عبر عمليات احتضان وعمليات معانقة تتم مع الأهالي والأسر يتعاطف معها المجتمع الدولي بطبيعة الحال وبالطبيعة الإنسانية، لكن هناك أيضا محاولة تضليل كبيرة جدا يتعرض لها المبعوث الأممي
كان الوفد الحكومي قد قدم رسالة اعتراض وتوضيح في هذا الموضوع. بالنسبة للوفد الحكومي قدم رسالة اعتراض وتوضيح لهذا الموضوع للمبعوث الأممي، وأوضح له بأن هؤلاء المفرق عنهم معظمهم إما أنهم أسرى سواء مثل ما حصل في تعز أو أنهم محكومين مثل ما حصل في إب وفي منطقة عمران. يعني هو نشير إلى أنه يعني من أطلق سراحهم هم 82 سجينا جنائيا من السجن المركزي بصنعاء، 72 منهم من المفرج عنهم على علاقة بقضايا جنائية مختلفة تتنوع بين الإتجار بالمخدرات، الحرابة، الحرابة، القتل، سرقة المنازل، تفجير القنابل وأنابيب النفط وكذلك الاختطاف. هذا الأمر وما يعني ما كان سابقا يعني تراتب التراكمات التي مرت خلال هذه الفترة التي تم التشاور فيها ما بين الوفد الحكومي ووفد الانقلابيين، هل تعكس رسائل لدى الوفد الحكومي بأن المبعوث الأممي لا زال يعتمد على معلومات ربما مضللة وكذلك يعني يستقي كثير من الأخبار بشكل غير صحيح ويعتمد عليها في إطلاق الأحكام في هذه المشاورات؟ بالنسبة للمبعوث الأممي أعتقد أنه رحب بالقضية من ناحية إنسانية، لم يكن يتوقع أن يتم عملية المغالطة والتضليل إلى هذا الحد. هو رحب بقضية إنسانية وهو يبحث بطبيعة الحال كمبعوث أممي يبحث عن أي فرصة للنجاح أو أي فرصة أي مؤشر يمكن أن يكون مؤشر إيجابي، وهم يطلقون له هذه الطعوم عبر إطلاق مجموعة سواء هنا أو هناك من هؤلاء الناس، سواء كانوا أسرى أو سواء كانوا محكومين، هم يحاولون فقط أن يظهروا حسن نية عبر هؤلاء الناس. وأنا أعتقد أن هناك مخطط ربما قد يكون لدى الميليشيات الحوثية عبر إطلاق هؤلاء الناس باستعادة أو ضمن تحشيد لمسألة الحرب القادمة، لأنه الواضح أنهم لم يطلقوا المعتقلين، لأن المعتقلين هم ليسوا محاربين، هم يحاولون البحث فقط عن محاربيهم الذين تم أخذهم من الجبهات، ويبدو أنهم يعانون من نقص في الجبهات، يحاولون تعزيزه بهؤلاء وهم عددهم كبير طبعا. أمس يعني الأعداد تتحدث حتى الآن عن 300 إلى 400 مقاتل، وهؤلاء يمكن أن يقوموا بتغطية معركة كاملة خلال المراحل القادمة. فأعتقد أنه يأتي ضمن إطار التحشيد للخوض معارك قادمة، سواء بعد اتفاقات الكويت إذا ما تمت اتفاقات أو إذا فشلت هذه الاتفاقات. بالنسبة للمبعوث الأممي فهو على الدوام يتعرض لهذه التضليلات، وأعتقد أنه يعني مرة أخرى سيقدم الوفد الحكومي توضيحات بهذا الخصوص، سواء عبر الذين تم إطلاقهم من إب وتم التأكد من أنهم ليسوا معتقلين وليسوا أسرى وإنما هم محكومين بقضاء جنائية، أو سواء الذين تم إطلاقهم من السجن المركزي في صنعاء كما تقول وثائقكم. طيب الآن يعني هناك هذه الوثائق التي نشرت وحصلت قناة بلقيس على يعني صور حصرية لها، تشير هذه إلى معاملات أو مراسلات رسمية ما بين النيابة وكذلك المحكمة الجزائية المتخصصة. هذا الأمر هل يمكن أن تقوم الحكومة ب يعني عرضه أو يعني إرساله أو عرضه على الأمم المتحدة بأن الحوثيين في الأخير يعني خاصة عندما يكون هناك مفجرون لأنابيب النفط، وقد كانت هذه مسألة كبيرة من يعني الإجراءات التي تعلقت بضجة إعلامية قبل فترة معينة وتسببت بمشاكل بداخل المجتمع اليمني، هذا يعني ألا يمكن القول أن على الوفد الحكومي استغلال هذه الأوراق أو تقديمها بشكل أو بآخر للأمم المتحدة حتى يتم عرضها للمختصين في ذلك الشأن؟ بالتأكيد طبعا إذا وصلت هذه الأوراق أعتقد أنها ستصل أو قد وصلت إلى الوفد الحكومي فإنها ستعرض على المبعوث للأمم المتحدة وسيترك له الأمر في تقدير نوعية التضليل الذي يتعرض له. هذه ليست المرة الأولى حقيقة بالنسبة لهم، يعني هناك أشياء كثيرة تم التضليل فيها من سابق، سواء عبر ما يسمى بالمنظمات المنظمات الدولية أو عبر ما يسمى بمنظمات المجتمع المدني التي يديرها بعض أفرادهم، أو من خلال مجموعة من المتسربين عبر السفارات أو عبر المنظمات الدولية هنا أو هناك، يحاولون تقديم معلومات مغلوطة عن المعتقلين عن الأسرى، يخفون بعض جرائم التعذيب عن المعتقلين. كل هذه الأمور أي معلومة ستصل إلى الوفد الحكومي بالتأكيد سيتم تقديمها للمبعوث الأممي ومحاولة إيضاح. طيب هي الفكرة ما هو الموقف الحكومي من هذه المعلومات؟ ما المتوقع؟ الموقف الحكومي يعتقد أن هذه العصابة
بإمكانها أن تقوم بأي شيء سواء كان يتعارض مع الناحية الأدبية أو مع هم لحد الآن يسموا الوفد الحكومي وفد المرتزقة. يعني تخيل أنت أنه إحنا وفدنا الحكومي يجلس مع مجموعة يطلقون عليهم بين الدقيقة والثانية وفد المرتزقة، هذه بحد ذاتها فيها نوع من قلة التهذيب في التعامل مع الآخر حتى. يعني هناك إشكالية أخلاقية تتعلق بهذه المجموعات. لا. يعني لا يقيمون أي وزن للعمليات الأخلاقية والعمليات الأدبية، فهم بإمكانهم أن يقوموا بعمليات كذب أو نصب سواء على المجتمع الدولي كما نصبوا على المجتمع اليمني كما ينصبون دائما على المجتمع الإقليمي. إذن أستاذ محمد العمراني مسؤول التواصل بفريق إسناد الوفد الحكومي في مشاورات الكويت، كنت معنا عبر الهاتف من هناك، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى الأستاذ محمد الأحمدي. أستاذ محمد، إذا ما يعني عدنا إلى موضوع إطلاق سراح يعني المدانين في قضايا جنائية، ما هو المغزى من توقيت هذا الإطلاق برأيك؟ يعني في الحقيقة هو أولا مثل ما أشرت قبل قليل جزء من السياقات الطبيعية لهذه الميليشيات العبثية، سواء على المستوى التاريخي، لأن هناك في مرويات التاريخ من يتحدث عن أن الإمامة في السابق الإماميين الحكام في اليمن كانوا يتعمدون استخدام المجرمين وقطاع الطرق والمتورطين في جرائم كبيرة في أتوم الصراعات التي يخوضونها ضد المجتمع. المسألة الأخرى أنه لا ننسى أن هذه الميليشيات نشأت في سياق ظهور جماعات في المنطقة تتبع لإيران، وكلها جماعات تؤكد التحقيقات والتقارير المنشورة أخيرا عن تورطها بشكل كبير في جرائم من قبيل غسيل الأموال أو التورط في جرائم مخدرات أو في تهريب مخدرات والاتجار بها وغير ذلك من هذه الإشكاليات، وبالتالي جزء من هذا السياق. المسألة الأخرى أو يعني ما يتعلق بالتوقيت، أعتقد أنهم يحاولون إطلاق بالونة أمام تعثر مشاورات الكويت بسبب تعنتهم في محاولة كما أشار الأخ محمد العمراني قبل قليل في مداخلته إلى تضليل المجتمع الدولي والأمم المتحدة في أن هذه الميليشيات يعني تتمتع بحسنية وأنها جادة في المضي قدما في محاولة إحلال السلام في اليمن من خلال المشاورات، لكن في الواقع هم يحاولوا فقط الهروب من استحقاقات هذه المشاورات ومن يعني ظروف الواقع اليمني المليء بالمنغصات والكوارث بسببهم إلى يعني محاولة إطلاق سراح هؤلاء المتهمين أو المدانين للظهور بمظهر أنهم حريصين على مسألة إطلاق سراح المعتقلين كخطوة من خطوات إعادة بناء الثقة التي تم التأكيد عليها في المشاورات السابقة. إذن التوقيت فقط هو يعني محاولة لإحداث حراك في المياه الراكدة في المشهد السياسي أو المشاورات على صعيد المشاورات، لكن يعني أؤكد وأقول أن هذه الخطوة يعني تؤكد من جديد أن هذه الميليشيات لا تتمتع بأدنى مستوى من المسؤولية الأخلاقية والقانونية تجاه المجتمع اليمني وتجاه القضايا الخطيرة التي تمس أمن المجتمع، ليس فقط حتى المجتمع اليمني ولكن أيضا المحيط الإقليمي. طيب إذن أستاذ محمد، سنعود إلى استكمال الحوار، لكن قبل ذلك نذهب إلى فاصل قصير. أرجو من السادة المشاهدين التفضل بالبقاء معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أستاذ محمد، يعني بجانب النقطة التي تحدثت عنها في خصوصية التوقيت التي تم في سياقها إطلاق سراح هؤلاء المدانين بقضايا جنائية، هناك من يتحدث على أن هناك رغبة أو هدف من قبل ميليشيات الحوثي في استخدام هؤلاء في جبهات القتال، هل هذا الطرح معقول في السياق الذي نتحدث عنه؟ كل شيء ممكن. يعني القدرات البشرية لميليشيات الحوثيين استنزفت بشكل كبير خلال المواجهات مع المقاومة الشعبية والجيش الوطني أو بغارات التحالف العربي طيلة الفترة الماضية، وبالتالي يحاولون تعويض هذه الخسائر البشرية من خلال إطلاق سراح أو محاولة استخدام المدانين والمحكومين بقضايا خطيرة في الصراع أو في هذه المعارك المقايضة على يعني حياة هؤلاء الأشخاص أو
على حريتهم مقابل الذهاب بهم إلى جبهات القتال، هذا أمر وارد جدا. ولكن أعتقد أن المسألة أيضا ربما تكون جزء من محاولة خلط الأوراق والعبث بالسلم الاجتماعي والأمن في البلد، بالإضافة إلى إمكانية أن تعهد لهذه الشخصيات أو لهؤلاء الأفراد خصوصا وأنهم متهمون بقضايا خطيرة لمهام خاصة ربما ليس فقط في الجبهات، ولكن لمزيد ربما أيضا من استهداف الناشطين في القوى السياسية، من تبقى من الناشطين في القوى السياسية أو المعارضين أو المناهضين لهم الذين حتى آثروا الصمت، يعني ربما يتم استخدام هؤلاء الأشخاص أيضا في مهمات خاصة يعني لإرعاب المجتمع اليمني أو محاولة توظيفهم بطريقة ما لا نعرف في الحقيقة ما الذي يدور في ذهن يعني هذه الميليشيات، ولكن كل شيء متوقع ومحتمل جدا. هل من الممكن أن يكون هناك ارتباط بشكل أو بآخر لمن قامت الميليشيات بإطلاقهم وبينهم هم، يعني أي مع الميليشيا أقصد، من فترة سابقة، وأن يعني كانوا بانتظار لحظة معينة حتى يقوموا بإطلاق سراحهم للاستفادة منهم؟ من المعروف تماما أن ميليشيات الحوثيين لها علاقة وطيدة بتجار السلاح والمتهمين ب يعني متورطين في قوائم سوداء، وأنا لا أريد في الحقيقة أن أتحدث على أشخاص بعينهم، ولكن من الواضح أنهم كانوا يجروا أول من أجروا تعديلات في محافظة صعدة، المسؤول الأول في محافظة صعدة له علاقة وفي القائمة السوداء يعني لتجارة السلاح والتجارة الممنوعة، وبالتالي هناك علاقة وطيدة. أيضا مناطق سيطرة الحوثيين منذ وقت مبكر تزدهر بتجارة وتهريب المخدرات على الحدود مع المملكة العربية السعودية طيلة السنوات الماضية، وهذا كان أمر معروف ومتعرف عليه. ناهيك أيضا أن هناك من يتحدث مؤخرا عن وثائق، بموجب وثائق ومعلومات بعض الناشطين الإعلاميين تؤكد تورط هذه الميليشيات منذ وقت مبكر بعلاقة ما مع مهربي أو عصابات تهريب الحشيش أو المخدرات، ربما يعني في سياق عمليات غسيل أموال، وربما أيضا لتورط بعض عناصر هذه الميليشيات بالتعامل مع عصابات من هذا النوع. في كل الأحوال يعني من الواضح أن هناك علاقة يعني وطيدة بين على الأقل أفراد متورطين يعني تجارة الممنوعات والمخدرات أو بعمليات تقطع وعصابات. وإذا كانت هذه الميليشيات أصلا قائمة على ثقافة إجرامية وعلى سلوك وممنهج في الجريمة واستهداف للمجتمع وللسلم وللأشخاص يعني على كل المستويات، فمن غير المستبعد أن تكون هناك علاقة أيضا مع هؤلاء المدانين، وبالتالي حانت الفرصة. نحن نتذكر أخي العزيز في بداية سيطرتهم على العاصمة صنعاء عمدوا إلى إطلاق سراح يعني بعض الجواسيس أو شبكات الجواسيس الذين كانوا يتخابرون مع أو من يحملون الجنسية الإيرانية، كانوا معتقلين في بعض الأجهزة الأمنية، وبالتالي هذه جزء يعني هذا يعني حلقة تضاف إلى سجل حافل من العلاقات المشبوهة بين هذه الميليشيات الانقلابية في اليمن وما بين عصابات وجواسيس وخلايا تجسسية تستهدف أمن اليمن والأمن الإقليمي. طيب، حول هذه النقطة تحديدا دعنا نشرك في الحوار الناشط السياسي الأستاذ فهد الشرف، ينضم إلينا عبر الهاتف. مساء الخير أستاذ فهد. مساء النور، مرحبا. أهلا بك أستاذ فهد. يعني هناك الكثير ممن يلاحظ ومنهم الأستاذ محمد هنا في الاستوديو أن لجماعة الحوثي تاريخ في العلاقة المشبوهة مع ربما تجار سلاح، مع متورطين في الكثير من الجرائم. حدثنا أكثر حول هذا السياق، ولربما لك تجربة في التعامل مع ميليشيات الحوثي. مساء الخير عليك وعلى ضيفك الأخ محمد وعلى المشاهدين الكرام. أولا يجب على المراقب والمتابع أن يعلم بأنه من الصعوبة بما كان أن يتم الفصل بين عملية تجارة المخدرات وميليشيا الحوثي منذ يعني اللحظات الأولى لإنشاء الجماعة. هناك تعاون كبير، وهناك حتى يعني ممكن أن نسميه تماهي بين تجار السلاح والمخدرات وبين رموز جماعة الحوثي، ونشأت علاقة تكاملية وتبادلية وثيقة بين الطرفين في محافظة صعدة بداية، وكانت الجماعة الحوثي ترتكز على موارد
يقدمها هؤلاء، وهناك تبادل منافع منذ الحروب، حيث كانت مجامع الحوثيين تنفذ ربما رغبات تجار المخدرات في مسألة الاعتداء على النقاط العسكرية والأمنية التي ربما كانت منتشرة في المناطق الحدودية لمحافظة صعدة وعلى بعض الطرق المهمة. ويعني حصل أن تم إزاحة هذه النقاط وإفساح المجال لهؤلاء لتنشط هذه التجارة وتمثل ربما موردا هاما من أهم موارد الجماعة قبل أن تكون قد أصبحت يعني قبل أن تتمدد وتسرق بقية الموارد وتدخل إلى وتضيف موردا جديدا وهو مورد السوق السوداء. إذن أستطيع أن أقول لك أن محافظة صعدة حتى منذ 2011 سلمت لتجار المخدرات حتى لو يديروها إداريا. يعني هل من شواهد معينة يمكن أن تذكرها في هذا السياق أستاذ فادلي حتى يتسنى للمشاهدين الكرام المعرفة أكثر عن حول هذا الموضوع؟ بالإمكان أعطيك شاهد واحد، مثلا هناك تاجر مخدرات كبير ورأس من رؤوس الشبكات ولديه شبكة كبيرة واسمه حسين راشد الحسوي من محافظة صعدة، وتم إلقاء القبض عليها أعتقد في 2008 في محافظة في أمانة العاصمة بتنسيق أمني سعودي، وكان هذا الرجل عليه ملف ثقيل جدا لدى الأجهزة الأمنية السعودية ولديه شبكة تهريب كبيرة داخل المملكة للمخدرات، وبعد أن تم إلقاء القبض عليه تم محاكمته وحكم ب 25 عام. وعندما أسقط الحوثيين صنعاء وسلمت لهم للأسف الشديد قاموا بإطلاق هذا الشخص وذهب إلى صعدة تحت حماية وبموكب وتم الاحتفال به، ولا زالت ترافقه أطقم الحوثيين إلى يومنا هذا ويمارس نشاطه بكل قوة تحت رعاية وحماية الحوثيين، ويقدم لهم أيضا كل الدعم والتمويل، بل أبناءه أصبحوا قادة مع هذه الجماعة ويمول الكتائب التي تذهب إلى تعز وتذهب إلى كل المناطق لتقاتل. هذا شاهد واحد، لكن هناك المئات من الشواهد الذي تم أن جماعة الحوثي ربما حاربت مسألة التجار غير المنظم بالمخدرات في محافظة صعدة وفي ربما المناطق الساحلية في حرض وميدي وعلى طول الشريط الحدودي، وليس لأنها تريد أن تحارب تجارة المخدرات ولكن من أجل أن تسيطر على هذه التجارة وأن تضبط هذا السوق وأن تستفيد منه. هذا هو الذي حصل، واليوم جماعة الحوثي وحركة الحوثي وميليشيا الحوثي تسيطر على هذا السوق سيطرة تامة، مثل ما هي مسيطرة على سوق النفط، ومعروف اليوم أنه لا يوجد أي تاجر في اليمن يستطيع أن يستورد النفط ما لم يكون منسقا مع رأس الجماعة، وقد طرح هذا عبد الملك الحوثي على مندوبي الحكومة يوم أن كان يحاصر صنعاء بالغير الذين كانوا يتظاهرون ويصدقون بأن هذه الجماعة ثارت من أجل الجرعة، وعندما ذهب إليه مجموعة من الوزراء قال لهم لا بد أن تشاركونا أو أن تمنحونا امتيازات لنرشح لكم أشخاص تجار مثل فارس مناع ودغسان أحمد دغسان الصبري، وذكر مجموعة من الأسماء، قال نحن سنرشح لكم أسماء وأنتم تسمحوا لهذه هؤلاء أن يستوردوا النفط. إذن الجماعة كان سيطروا على تجارة المخدرات بداية، تجارة السلاح، والتجارة الثالثة وهي تجارة النفط. إذن اليوم هناك اقتصاد موازي للحوثيين، لابد أن نعي وأن نركز على هذه القضية، لكن قضية السلاح أو قضية المخدرات بالذات لها أبعاد أخلاقية وأمنية. إيران تستخدم المخدرات كسلاح في المنطقة العربية، الحوثيين مكلفين بأن يغرقوا. يعني هل يستوحون هذا النموذج أثناء يعني تفكيرهم في إدارة المناطق وإدارة الميليشيات بداخل اليمن؟ أعيد السؤال لو تكرر. هل يستوحون هذا النموذج الإيراني الذي تحدثت عنه في إدارة شؤونهم بداخل اليمن؟ لا شك، حتى أنه هناك لا إدارة حتى داخلية بهذا، يعني حتى أنه ربما أن بعض الشباب وهناك كتائب موجودة مع الحوثيين قد تكون مختطفة ذهنيا وأصبحت مدمنة على نوع من أنواع المخدرات، وربما أنه يتم ربما إعطاء الشباب وخصوصا
الذين هم في سن نرى أطفالا يذهبون إلى المحارق. هناك عملية سيطرة غير أخلاقية على عقول هؤلاء الشباب، إضافة إلى أنه الحرس الثوري الإيراني هناك تصدير الحشيش. لا بد أن نعلم أن الحشيش الذي يأتي إلى اليمن يأتي إلى جماعة الحوثي بطرق منظمة اليوم، ويتم تهريبها إلى السعودية بطرق وإلى دول الخليج بطرق أيضا منظمة عبر الشبكات. والخطر في الموضوع الذي يجب أن يتنبه له أخواننا في المملكة العربية السعودية أنه مثل ما هناك شبكة في صعدة، فإن هناك شبكة موازية لها داخل الخط، يعني خلف الحدود، خلف أسوار الحد السعودي في الداخل وفي العمق السعودي. هناك شبكة لها شبكة مصالح مع الحوثيين وتنشط في تجارة المخدرات، وعلينا أن نبحث عن المعلومات وأن نتعاون في هذا لكشف هذه الشبكات وملاحقتها سواء في داخل الحدود السعودية بالتعاون من قبل كل المواطنين اليمنيين. المواطنين الذين داخل صاعدة اليوم يعلمون بكل ما يجري، ويعلمون بالتجار المخدرات من الذين يعبرون الحدود يأتون إلى صعدة ويدفعون الملايين إلى الحوثيين. كل هذه المعلومات بحاجة إلى رصد وإلى متابعة، لأنها قضية أخلاقية وأمنية واقتصادية وقومية، وتتعلق حتى يعني تتعلق بأمننا لعشرات السنين القادمة. ليست المسألة مسألة حينة، هناك محاولة حثيثة لتدمير العقل العربي، لتدمير شبابنا، لتدمير مجتمعاتنا. يعني المسألة مسألة خطيرة، وهذا الملف لا يجب فقط أن يتم تناوله في حلقة ثم أن يغلق. ملف التجار بالمخدرات في اليمن وقيام جماعة الحوثي بهذا الدور يجب أن نكشفه جميعا، وأن نتعاون عليه، وأن نركز عليه، وأن نبحث عن أسبابه، وأن نغوص في أعماقه حتى نكشفه للناس. المسألة مسألة خطيرة، وأنا أشكركم أنكم في قناة بلقيس، هذه القناة الرائدة المتميزة التي نتمنى لها استمرار النجاح ولطواقمها المتميزة أيضا. نشكر لكم فتحكم لهذا الملف ووصولكم إلى بعض الوثائق. عندما يأتي أحد بدر الدين الحوثي ليطلق 72 تاجر مخدرات بشخطة قلم، فالمسألة ليست تصرف فردي من يحيى الحوثي، المسألة هي ممنهجة. الجماعة كلها ترعى هؤلاء وتوفر لهم كل الدعم وتستوعبهم وتعتبرهم أدوات من أدوات المعركة. نعم، إذن الناشط السياسي الأستاذ فهد الشرفي كنت معنا عبر الهاتف من الرياض، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ محمد الأحمدي هنا. أستاذ محمد، هل من تعقيب على حديث الأستاذ فهد في السياق التاريخي الذي تحدث عنه وعن الأمثلة التي ذكرها أيضا؟ يعني الأستاذ فهد بالحقيقة هو ضليع في معرفة هذه الجماعة، لأنه عايش عن كثب يعني صراعها مع المجتمع في صعدة ومرارة العيش تحت سلطة هذه الميليشيات القمعية الطائفية وعلاقاتها المشبوهة يعني مع هذه الأطراف أيضا التي يتم الحديث عنها، سواء مهربين أو عصابات تهريب أو تجار بمخدرات أو غير ذلك. في الحقيقة أخي العزيز، دعني أقول لك أنه هذه العملية أو خطوة إطلاق سراح المحكومين بجرائم من هذا النوع هي جزء من حالة العبث أو الممارسات العبثية التي تمارسها ميليشيات الحوثيين في سياق إعادة رسم المشهد اليمني بمختلف نواحيه، يعني على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو السياسي أو حتى الديني والمذهبي. فعلى المستوى الاقتصادي هناك يعني خطوات حثيثة لإعادة خلق أو محاولة خلق طبقة من التجار الاقتصاديين من سماسرة النفط والمخدرات والسوق السوداء وغيرها من التجارات المشبوهة والممنوعة أو السوق السوداء، يدينون بالولاء والطاعة لهذه الميليشيات وينفذون أجندتها. وعلى المستوى السياسي هناك إعادة رسم للخارطة في البلد من خلال القمع الوحشي والممنهج للقوى السياسية والناشطين والمكونات السياسية في المجتمع. على المستوى المذهبي والديني هناك عمليات حثيثة أو ممارسات حثيثة لهذه الميليشيات في إعادة رسم هذه الخارطة من خلال فرض ثقافة أحادية صارمة هي ثقافة هذه الميليشيات وملازمها الخرافية التابعة لمؤسس هذه الجماعة،
ومحاولة قمع وتكميم أي نشاط أو حريات يعني دينية أو ثقافية للأطراف الأخرى. كيف يمكن فهم عملية إطلاق هؤلاء المدانين الجنائيين فيما لا يزال هناك الكثيرين من المختطفين المعتقلين قسرا، سواء من ناشطين سياسيين أو من صحفيين أو حتى من أناس عاديين ليس لهم أي دور حتى أو معارضة سياسية في ويقبعون بداخل هذه السجون؟ كيف يمكن الفهم والموازنة بين هذه يعني الأمر؟ لا يمكن فهم هذه المسألة إلا أن هذه الخطوة غير بريئة على الإطلاق، وهي ما يعني متعمدة ومدروسة وتحمل في طياتها الكثير من المخاطر على السلم والأمن في المجتمع، وهي جزء أيضا من الممارسات والسلوك الخبيث لهذه الميليشيات على مستقبل اليمن وعلى يعني مستقبل الأجيال في البلد، كما أشرت قبل قليل في محاولة تغيير خارطة المشهد في البلد بشتى تفاصيله وعلى كافة المستويات الاقتصادية والثقافية والسياسية. يعني اليوم نتحدث عن مجموعة من الصحفيين المعتقلين الذين يقضون رمضان الثاني وهم داخل معتقلات هذه الميليشيات ومخفيون قسريا بعد أن أعلنوا إضرابهم عن الطعام ويتعرضون للتعذيب وسوء المعاملة في الوقت الذي يتم فيه تكريم المحكومين بجرائم خطيرة وإطلاق سراحهم دون يعني في ظروف غامضة طبعا وفي سياق العمل العبثي والممنهج لهذه الميليشيات في تدمير البلد. طيب الآن هناك حديث عن يعني ترقب لنوع من الإدانة الدولية، نوع من التحرك لمنظمات المدنية لمواجهة هذه التصرفات، ما المتوقع من سواء أمميا أو من منظمات المجتمع المدني؟ يعني من المؤسف أن هناك شعور أحيانا بالإحباط من مواقف بعض المنظمات الدولية خصوصا الأمم المتحدة، ولكن أيضا أؤكد أن هناك تضليل كبير تمارسه هذه الميليشيات عبر أذرعها وعناصرها في بعض المنظمات والجهات ووسائل الإعلام، وحتى أيضا على مستوى الهواجس التي تعشعش في يعني أجندة بعض الفاعلين الدوليين من الأوضاع في اليمن ووضع يدهم على الحوثيين كأداة لتنفيذ بعض مخططاتهم أو يعني حماية مصالح من نوع ما لهؤلاء الفاعلين الدوليين. كل ذلك يعني للأسف يلقي بظلالة على الحالة اليمنية، وفي نفس الوقت يعني يبعث على حالة من الإحباط من أن يتم هذا التضليل، أن يستمر هذا التضليل على المنظمات الدولية وعلى المجتمع الدولي، وبالتالي يصبح وضع اليمن أكثر خطورة. لكن يجب أن تتصدى المنظمات العاملة بشكل يعني فيما يصب في مصلحة المجتمع اليمني ومستقبل اليمن والمنطقة في إطار فضح هذه الممارسات والتضليل وكشف الحقائق، والخطوة التي أقدمت عليها قناة بلقيس في نشر هذه الوثائق التي نشرتها اليوم خطوة رائعة وجيدة. وهناك أيضا يعني بعض وسائل الإعلام أيضا تشتغل على كشف وفضح يعني ممارسات هذه الجماعات وهذه الميليشيات الانقلابية الطائفية الخطيرة. يجب أن يستمر هذا الجهد يعني بشكل متواصل حتى يتم توضيح الصورة وإجلاء الصورة الحقيقية أمام الأمم المتحدة أو أمام حتى بعض الفاعلين الدوليين ووضعهم أمام الحقائق. نعم. طيب إذا ما تحدثنا عن الخطوة التالية لكن بشكل موجز أستاذ محمد، ما الذي يجب عمله الآن؟ أولا يجب على من تبقى من أحرار اليمن في السلك القضائي أن يقفوا بصرامة في وجه هذه الممارسات العبثية، ألا يسمحوا لأن تمتد أيدي الميليشيات للعبث بمؤسسات القضاء على هذا النحو. يجب أن يتوقف هذا العبث فورا، وإلا فإن اليمن سيكون مقبل على مرحلة أكثر خطورة وأشد كارثية من الوضع الراهن. على يعني أيضا ما تبقى من مؤسسات الدولة أن تقاوم بصرامة وبقوة وشجاعة العبث الذي تمارسه هذه الميليشيات، وأن يتم إيقافها عند يعني عند هذا الحد من العبث. يعني أيضا يجب أن يكون هناك تنسيق مستمر بين الحكومة الشرعية والتحالف العربي لوضع يعني خطوات إجرائية عملية لمواجهة هذا العبث وهذا التغول في مسألة الأعمال والمهام والصلاحيات التي يفترض أن تكون خاصة بالجهاز الإداري للدولة في اليمن وخاصة الجهاز القضائي.
يجب على المنظمات الدولية وعلى الناشطين أن يستمروا في العمل على فضح هذه الممارسات وتقديم الصورة الواضحة أمام المجتمع الدولي، وأعتقد أننا بإذن الله سنصل إلى يعني يمن مستقر ومزدهر ودولة عدل وقانون ومساواة، وتنتهي كل هذه الانتفاشة الكارثية التي أوصلت البلد إلى حافة الهاوية. إذا أشكرك جزيل الشكر أستاذ محمد الأحمدي الصحفي والناشط الحقوقي، كنت معنا في حلقة اليوم من المساء اليمني، كما هو الشكر موصول للسادة المشاهدين الذين كانوا مشكورين يتابعون هذه الحلقة. في ختام هذه الحلقة مشاهدينا، تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان مقدم هذه الحلقة، وكذلك تحيات الزملاء في طاقم العمل الفني وكذلك التحريري. إلى حين الملتقى، دمتم والوطن بألف خير. إلى اللقاء.